النهارده هنعمل ساندويتش كريسبي ستريبس. المكونات ستريبس مقليه وجاهزه للاكل. جبنه موتزاريلا مبشوره، زبده، جبنه شادر مبشوره، مايونيز، كاتشب وشويه كرفس متقطعين، هوت صوص وشويه خل ابيض. اول حاجه هنعملها نجيب الستريبس نقطعها، نسيح شويه زبده كده على نار هاديه، نخلط الستريبس مع المايونيز والكاتشب. شوية هوت صوص صغيرة. ونص معلقة خل أبيض. شوية من الكرفس، جبنة موتزاريلا، جبنة تشادر، نقلب. بعد كده هنجيب عيش كايزر، نقطع الحته اللي فوق دي الطبق من تحت، يبقى بالشكل ده. نحط منه من الخليط اللي احنا عملناه، نقفل، نتأكد بس ان هو متماسك، وبعد كده نحطه على النار كده. تمام، عملناه على النار هادية وخد اللون اللي احنا عايزينه. النهارده هنعمل